جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من إحدى الأخوات تقول: إني في آخر يوم من رمضان ذهبت للعمرة وصليت بالمسجد الحرام العصر والمغرب والعشاء، ولكن بعد رجوعي إلى المنزل لاحظت أثرا من دم بحوالي الساعتين قبل المغرب، ثم إني لم أعره اهتماما، لأنه كثيرا ما يأتي ذلكم قبل موعد العذر بيوم أو يومين، إلا أنني لاحظته بكثرة في هذه المرة، فهل أقضي ذلكم اليوم أو بماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. يعني كانت صائمة. كانت صائمة، نعم. إذا كان هذا الدم كما ذكرت أنه استمر معها وتكاثر واتصل بالعادة، فإنه يكون من العادة وعليها أن تقضي هذا اليوم، لأنه تبين أنه أول العادة، فعليها أن تقضي هذا اليوم. على كل حال قضى هذا اليوم أحسن لها، لأنه أحوط وأبرأ لذمتها.